بالظبط ال MMA اتمرنت سنتين سنتين استمراريه بدون توقف. التمرين بتمرن كل يوم على قد ما بقدر، بس طبعا الدراسه بتبقى الموضوع صعب، ان انا يعني ببقى عايزه اتمرن اكتر من كده كمان بكتير، بس موضوع الدراسه مع التمرين الموضوع صعب. بس كنت بتوازني ده؟ بحاول او بحاول اوازن ده، ده غير طبعا ان انا بشتغل في مجال برضو الرياضه. تشتغل ايه؟ مدربه. مدربه ام ام اي برضو؟ مدربه. لا مدربه بي تي. بي تي في جيم. لا ايه البي تي بس عشان اعرف السنه دي عشان اعرف صح. مدرب خاص. اوكي طيب. طيب انا عايزه اعرف كمان منك، انت يعني دايما احنا بنسمع عن الكيك بوكسينج او الام ام اي بشكل عام، يعني اللي مش عارفها زي ما انت قلتي مجموعه العاب كده قتاليه وصعبه وعنيفه، دايما العائلات المصريه او دايما يعني نظره المجتمع ان ليه بنت تلعب لعبه عنيفه؟ ده كتير. ده كتير. ليه يعني الناس بتستغرب؟ في البعض ممكن يتقبلها لو في نطاق عشان الحمايه لنفسك عشان تدافعي عن نفسك في الشارع، بس مش لدرجه ان انت تحترفيها. عيلتك ساعدتك في ده ولا في حد كان بيعارضك؟ يعني احكي لنا كده لما قررتي تسيبي الكونغ فو اللي هي برضو لعبه عنيفه بس يعني اوكي. انا توقفت فتره علشان هم كانوا شايفين ان انت خلاص بنت كبرتي فما ينفعش تلعبي تاني، ده خلاني اتوقف كذا سنه ان انا ما اتمرنش او ما العبش. فكره ان انا لا خلاص انت بقيتي بنت، انت كنت بتلعبي وانت طفل بس خلاص انت بداتي تكبري. واقنعتيهم ازاي؟ في الاول ما قدرتش اواجه الموضوع لاني طبعا كنت صغيره في السن، بس بعد كده الحلم ما راحش من دماغي. فضلتي وراه. طب وبعد لما انت انجزتي كل الحاجات دي هم دلوقتي بقوا يعني لسه عندهم وجهه النظر؟ بيدعموني جدا بصراحه دلوقتي. لا خلاص الوضع بيختلف. انا والدتي بتدعمني جدا 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 جدا. انا بس عايشه في قريه. قريه ريفيه. منين اصلا؟ قريه الحسنين منشاه القناطر. بلد في ضواحي الجيزه. عارفينها. فهم اساسا مش لعبه قتاليه، هم بعيد عنهم ان في بنت اساسا تلعب رياضه عموما. صح. فهم ما كانوش متقبليني شويه ان انا بلعب رياضه، بس هم كمان ما كانوش يعرفوا ان انا بطلع ماتشات او بلعب او هم كانوا متخيلين انا بلعب رياضه عاديه. حتى انا كنت خايفه من مواجهه ان هم يشوفوني بلعب او اي حاجه. لما الفيديوهات نزلت بتاع الماتش وكده فيديو تداول في كل حته. خافوا منك في القريه عندنا؟ خافوا منك. نظره الناس ليكي في الشارع ازاي؟ لا بس بصراحه يعني لا بالعكس ده حاجه محترمه جدا. لا والله حاجه محترمه جدا بجد. احنا فخورين يعني سبب وجودك النهارده على فكره هادي، ده حاجه فخر لينا كلنا. شكرا. رد فعلهم كان حلو جدا بالنسبه لي، ان هم قالوا لي كلام حلو كتير ومتقبليني جدا وبيشجعوني يعني فخورين ان انا من المكان دوت او ان انا طلعت من المكان ده. طبعا انت فخر لاي حد، فخرينا كلنا الحقيقه. شكرا. وبقت مش بس فخر يا جمانه، يعني بقت كمان نموذج مشرف لكل، بقيتي مثل اعلى اعتقد بقى لي. لا مثل اعلى كمان لكل اللي موجودين عندك في القريه، الكل اكيد عاوز يبقى خلاص بقى هايدي، كلنا هايدي.